التاني بيغير في بريشر البامب. شفنا بريشر البامب بيتاثر كده بالصعوبه وسهوله المسار اللي بيمشي فيه. في حاجات تانيه بتاثر في بريشر البامب, وطالما بتاثر في بريشر البامب ممكن الاي بي اللي يتاثر معاها. فعايزين نشوف ايه الحاجات التانيه اللي بتاثر في بريشر البامب. من ضمن الحاجات اللي بتاثر في بريشر البامب تغيير المضوي الجسمي. لو انت زودت الوزن الطفل بريشر البامب هيفضل زي ما هو ولا هيتغير؟ هيتغير بنسبه ثابته ليها قانون. لو فتحت ورقه القانون بتاعتك هتلاقي القانون ده رقم 10 بيقول لك البريشر الجديد بي 2 ده اللي هو البريشر الجديد اللي انت عايز تعرفه بيساوي البريشر اللي هو القديم مضروب في المضويت الجديد مقسوم على المضويت القديم. تعال نجرب مثال. يقول لك بريشر البامب 2600 بي اس اي, وانت وزن الطفله قررت تزوده بدل 10 هتخليه 11. احسب كده البامب بريشر المتوقع هيبقى ايه باستخدام القانون ده. البريشر الجديد اللي انت ما تعرفوش هيساوي البريشر القديم اللي انت عارفه مضروب في المضويت الجديد اللي انت عارفه على المضويت القديم اللي انت عارفه, وطلع لنا كده البريشر الجديد. شوف هيبقى ايه. كانت 10 بقت 236. البريشر كان 2600, لو زودت وزن الطفله البريشر يبقى 236. 2800 جرب تاني كده ممكن تكون استنى اتاكد ان ولا كذا مظبوط صح. مظبوط صح. المفروض 11 على 10 زي كده 2600 11 على 10. 11 على 10 هي 1.1 مضروبة في 2600. طب في حاجة ثانية بتغير في بريشر البامب؟ في طبعا. لو أنت غيرت الاستروكات البريشر يفضل زي ما هو؟ زودت الاستروكات قللت الاستروكات البريشر هيختلف. أصل الاستروكات ده أنت اللي أنت طالبه من البامب شغالة مثلا ب 100 استروك, 100 استروك دول مثلا ب 100,000 جنيه. فتعالى هنا ده بقى لو انت غيرت الاستروك يقول لك ليها قانون برضه موجود في ورقة القوانين. احنا اتفقنا بقى مفيش حاجة مش في ورقة القوانين, كله في ورقة القوانين. ده القانون رقم 9 اللي هو مكتوب قدامنا. بيقول لك البريشر الجديد بتاع البامب هيساوي البريشر القديم مضروب في الاستروكات الجديدة على القديمة بس في علامة تربيع دي. هي دي القوانين. فتعالى نحسب نفس الكلام. بريشر البامب كان 2600, استروكات البامب كانت 80, انت غيرت استروكات البامب خليتها 100 بدل 80, تتوقع البريشر الجديد هيبقى كام؟ باستخدام القانون بقى اللي قدامك ده. مش في اتنين بقى تربيع ده يعني تضربه في نفسه. يعني مثلا 100 تربيع يعني 100 في 100. الالات الحرب اللي هي شغاله عايز تجيبها هات. لو بتريحك هات. يعني الناس اغلب الناس بتاعتنا متعوده على ده, بس انا ما بعرفش اشتغل بديها. ما بعرفش اشتغل برضه بتاعت ثانويه عامه. التربيع بيجي ازاي؟ التربيع بيبقى فيه ساوي. يعني 100 على 80 فيه ساوي. او هتضطر تعملها على ايديك بقى 100 على 80 وتضربها في نفسها. شغال عادي. عايز تجيبها
4,200 ونص، عايز تكتبها كده اكتبها. جات لك اختيارات وعايز تختارها اختار الاقرب ليها وخلاص. طيب افرض بقى جاب لك مساله زي دي كده، هو الراجل هنا مغير المضويت ومغير الاستروكات، يعني بيقول لك هات 40 ستروك بير مينت ويستن بي بي جي فلويد، يبقى الاستروك الاولاني القديم انت عارفه والمضويت القديم 10 انت عارفه. ذا بامب بريشر از 1000، البريشر القديم كمان انت عارفه، يبقى اول سطر ده فيه كل الحاجات اللي قديمه. What is the pump pressure؟ البريشر الجديد بقى عايز تعرفه. لو الريت ديكريز بقى 25، لو انت قللت البامب ريت بدل 40 بقى 25، وكمان زودت وزن الطفل بدل 10 بقى 13.4، ده القانون الوحيد اللي مش هتلاقيه عندك في ورقه التوازن. بس دول بقى نحسبهم قانون ونجمعهم. مش هتجمعهم وتضربهم في بعض، يعني ده دايما ضرب. تضربهم في بعض. يبقى القانون 9 مع 10 تضربهم. فالبريشر الجديد بيتساوي البريشر القديم. خلي بالك بقى هنا اللقطه كلها مش في اي حاجه غير ان انت تحط بس الحاجات في مكانها. يعني هو الموضوع عبيط، حط بس الحاجه في مكانها. يعني مثلا في واحد هنا بكام؟ البريشر القديم 1000، حلو برضه. المضويت الجديد 13.4، المضويت القديم 10، الاستروك الجديد 25، الاستروك القديم الكونكس اللي انت عملته بالظبط.